لكن السؤال هو حقيقة مطروح من المجتمع، لماذا لا تكون للحوزة الناطقة بالحق فضائية لإيصال صوت الحق؟ ما قاعد على بنك ولا قاعد على خبراء يعني ما. وشيء ثاني أنا اللي أقول لك سيد محمد صدر سيد الوالد الله يقدس نفسه الزكية كان يقول أنا ما أحسن بالإعلام 100%. فحبيبي أخاف هم أحط إعلام وبعدين يصير ضدي وبعدين يصير خلافات بيناتهم كما يصير خلاف في مكتب ينسد مثل ما سدد مكتب الباصرة. من تنسد فضائية مثل ما تنسد مكتب؟ لا طبعا هذا المكتب على على البصرة وعلى العراق صار فضيحة بالعالم كله. نعم. الآن أشوف 4-5 على قلب قلب على قلب أفتح فضائية إن شاء الله. الله يوفقكم سيدي لا كل عمل وكل خير. سيدي هل هناك كلمة في داخل صدر السيد مقتدى الصدر يريد أن يخرجها إلى أتباع الحوزة الناطقة خصوصا والمسلمين عموما؟ الحقيقة هو هذا اللي دائما أقوله، التآخي ثم التآخي فيما بينكم، فالتآخي هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر به أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن لا تنسوا مرجعكم ووليكم الذي ضحى بدمه من أجل أن يسير الركب لو صح التعبير، وفعلا سار الركب ولله الحمد. وهذه المعجزة التي حدثت في البصرة لدليل على وتذكير لأن يتعظ غير المتعظ لو صح التعبير وأن يتذكر سيد محمد الصدر وأفعاله وما قدم من تضحيات.